فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمرنا بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها؟ نعم، إذا أمرنا بمخالفتهم فيما هو ليس من فعلنا كالشيب مثلا. نعم، الشيب ليس من فعلنا ولا من فعلهم هم، الشيب يحصل بدون فعل الإنسان، فنحن أمرنا بمخالفتهم في شيء ليس هو من فعلنا، من فعلهم ولا من فعله، ولا ليس من فعلهم، فهذا يؤكد أننا نخالفهم فيما كان من فعلهم من باب أولى.